النهارده هنعمل ساندويتش كوبيبه بالطماطم المقشره والمايونيز. مكونات الساندويتش: كوبيبه معموله جاهزه، وطماطم معلبه اللي هي بتبقى متقشره محطوطه في علبه في كان، وبصل متقطع جوليان، شويه بقدونس متقطعين، وشويه بصل اخضر متقطعين. هنستعمل حوالي معلقتين زيت زيتون، شويه خل ابيض، مستارده، ومايونيز، طبعا شويه ملح وفلفل. نحط شويه زيت حوالي معلقتين، ندهن بس الطاسة عشان نتأكد في كل حتة. بعد كده البصل، ممكن قبل ما نحط الطماطم بس هي طريه جدا بس نهرسها سنه او نقطعها. يبقى نزود شوية زيت زيتون ورشة فلفل نسيبهم شوية، وبعد كده نعمل خلطة بالمايونيز والمستردة والخل. نجيب مايونيز، نحط مثلا معلقتين مستردة وشوية خل كتير، نقلب. نحط بقى معلقتين كده ونقلب. نحط شوية من البصل الأخضر، نقلبه كده، عايزينه بس ياخد من الحرارة بتاعت الصوص. نحط الصوص على العيش، بعد كده الكوبيبة، كده الساندوتش بتاعنا جاهز.